أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمنح الأولوية للمناطق الصناعية تحفيزا للاستثمار وتوطينا للصناعات وتشجيعا للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء لمستجدات أعمال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وفي مستهل جولته استمع مدبولي إلى شرح حول المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 63 كيلومترا وتشغل موقعا استراتيجيا على الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تقع على المجرى الملاحي مباشرة بمسافة 10 كيلومترات وتجري بها العديد من أعمال التطوير بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات في الكثير من القطاعات.